اسمي دكتورة فوزية العشماوي، زي ما أنا قلت أنا اسكندرانية مصرية. أنا كنت أستاذة الأدب العربي والحضارة الإسلامية بجامعة جنيف بسويسرا. أنا أنشأت في جنيف جمعية المصريين بسويسرا، وتشرفت برئاستها، وأنشأت جمعية تانية اسمها الجمعية الثقافية المصرية السويسرية، عشان تكون همزة وصل ما بين مصر وسويسرا، وتعريف السويسريين بمصر الفرعونية ومصر القبطية ومصر الحديثة، والتعريف بالحضارة المصرية وبالأدباء المصريين. الدكتوراه بتاعتي كان موضوعها تطور المرأة في المجتمع المصري الحديث، ويعني الدراسة كانت في كلية الأداب، وكانت الدراسات اسمها دراسات إنسانية. الدراسات الإنسانية بتشمل الأدب والاجتماع والأنتروبولوجيا، يعني الوصول للأصل للأصول. فأنا لما عملت دراسة بقى عن المرأة أو تطور المرأة والمجتمع المصري، رجعت للأصول الفرعونية وبعدين الأصول القبطية وبعدين الأصول الإسلامية، وعملت دراسة عن تطور المرأة في مختلف هذه المراحل ومختلف هذه الحقب التاريخية اللي مرت بها مصر. وكان لازم أعمل بقى تطبيق أدبي لهذه التطورات، فعملت تطبيق أدبي على روايات نجيب محفوظ، إن هو الروائي المصري الوحيد اللي عاش في حواري وأحياء القاهرة في الجمالية والحسين، ولقيت عنده تطور برضه للمرأة من خلال رواياته. بعد ما حصلت على الدكتوراه، على فكرة كان رئيس هيئة التحكيم في الدكتوراه بتاعتي كان الأديب الفرنسي الشهير ميشيل بيتور. ميشيل بيتور ده كان أستاذ برضو في جامعة جنيف، وهو كان رئيس لجنة التحكيم بتاعتي. لما حصلت على الدكتوراه بدرجة امتياز بمرتبة الشرف الأولى، قال لي ما تفتكريش أنك أنت وصلتي لأعلى المناصب العلمية أو لأعلى الدرجات العلمية، أنت وضعتي رجلك على أول السلم، فلازم تعرفي الحقيقة دي، ولازم تعملي بقى نشاط يثبت دراسة الدكتوراه بتاعتك وتطور المرأة المصرية. الحقيقة وأنا بحضر للدكتوراه اختارني البروفيسور المشرف على الرسالة لأكون معيدة في الجامعة في قسم الدراسات العربية والإسلامية. من هذا المنطلق بقيت معيدة، وبعدين تدرجت وترقيت. من هذا المنطلق حاولت بقى الاتصال لأن في جنيف، انتوا عارفين ان جنيف هي المقر الاوروبي للامم المتحده، وبها معظم المنظمات الدوليه، وبها اكثر من 150 منظمه غير حكوميه اللي هم بيسموهم الان جي اوز او المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. فحاولت ان انا يكون ليا وجود او اتصال بالامم المتحده وباليونسكو وباللجنة الأوروبية المشتركة وبكل هذه المنظمات الدولية، لأعرض فيها صورة المرأة المسلمة بوجه عام وصورة المرأة المصرية بوجه خاص، لأن لقيت أن الصورة مشوهة جداً، وأن المعلومات عن الإسلام وعن المرأة المسلمة في الدوائر العلمية وفي الأنسيكلوبيديا وفي كتب التاريخ وفي المناهج الدراسية صورة مشوهة وغير حقيقية. وده ما كانش عن قصد، ده كان عن جهل، يعني اللي كانوا بيعدوا هذه الدراسات اللي هم بنسميهم المستشرقين كان عندهم يمكن نزعة سلبية شوية، ما كانش في خبراء أو مختصين وإخصائيين أو يعني خبراء مسلمين يقدموا الصورة الحقيقية ويصلحوا الصورة المشوهة. فأنا انبريت لهذا العمل، وأخذت على عاتقي أن أنا أدافع وأبين الإسلام الحقيقي والصورة الحقيقية للمرأة المسلمة بوجه عام والمرأة المصرية بوجه خاص. بالنسبة بقى للنساء المصريات، أنا عايزة أقول لهم أن العمل والنجاح في الخارج ليس بالسهولة بتاعة العمل والنجاح في الداخل. عايزة أقول يمكن حاجة يمكن تزعل البعض مني، لكن أنا هقولها برضو. هناك في الخارج إحنا بنصل بعد معارك شرسة مع أهل البلد الأصليين، يعني لما أكون أنا مصرية أجنبية وأوصل لدرجة أستاذة في جامعة
أوروبية عريقة زي جامعة جنيف ده ليس بالسهولة، لأن لازم يكون في اختبارات ولازم يكون في أبحاث ودراسات قيمة جداً، يعني أجود من الدراسات اللي قدمها أهل البلد نفسهم أو المشاركات نفسهم. فده كان صعب جدا. وبعدين هناك بقى ما فيش لا محسوبية ولا خالي البيه ولا عمي المستشار ولا أبويا السفير ولا يعني كل الحاجات دي غير موجودة. اللي بيوصل هناك بيوصل بمجهوده وخبرته وأبحاثه وشغله، فدي يعني حاجة مهمة جدا لازم يعرفها الشباب اللي بيحاول ان هو يسافر للخارج علشان يشتغل، وفكره ان هو هيشتغل بسهولة وهيوصل بسهولة لأي مركز او لأي. طبعا يعني الهجرة مش سهلة، وانا بقول للشباب وخصوصا للبنات بدال محاولة الهجرة والسفر للخارج خليكوا في بلدكم، اعملوا دراسات واشتغلوا في البلد دي وانهضوا بيها، لان البلد دي محتاجة للشباب والشباب هو مستقبل مصر. يعني في مثل فرنسي بيقول لا فام إلا فينير دو لوم، يعني المرأة هي مستقبل الرجل، وأنا بقول إن المرأة هي مستقبل مصر. أنا دكتورة هالة سالم، صيدلانية في مستشفى كبيرة في نيويورك، وجاية مصر عشان أقول أنا بحب مصر وعمر مصر ما هننساها ودايماً معاها. الحكاية بدأت من زمان، من 30 سنة سافرت أمريكا بظروف عائلية، خلينا نقول ظروف عائلية. أنا كنت بحب مصر جداً ومازلت طبعاً بحب مصر جداً، بس لظروف معينة سافرت أمريكا. سافرت وأنا زي أي حد سافر، الإنجليزي بتاعي على قد اللي اتعلمناه في المدرسة، ثقافتي مصرية تماماً، والغربة معرفهاش. لما روحت هناك أول حاجة قابلتني الجو، طبعاً الجو مش زي الجو بتاعنا خالص، دي حاجات ممكن نقدر عليها. اللغة ابتديت أحاول أن أنا أروح مدرسة مسائية عشان أتعلم اللغة، كنت مصممة أن اللي لازم، لأن أنا إنسانة ناجحة في بلدي، أن أنا لازم أنجح هناك. اكتشفت أن أنت عشان تنجح في البلد دي لازم تتعامل معاهم تبقى زيهم، بس أنا راحة ما أعرفش حاجة. فبدأت شغلي في أجزخانة، كاشير في أجزخانة، وعلى فكرة الصيدليات هناك بتبيع لبن، يعني مش عايزة أقول أن أنا كنت ببيع لبن، بس كنت ببيع لبن الساعة مش عارفة ب$2، وكنت فرحانة قوي لما بعت ب2.5 ولا 3 whatever. بس كنت ببص من بعيد وأنا واقفة على الصيدلي، بيبقى الكاونتر بتاعه ورا، وأنا كنت بدأت دراستي طبعا في صيدلة، فشايفة الصيدلي واقف في آخر الصيدلية، وبقول هيجي اليوم اللي أنا هبقى زي ده. وكان في حد هناك قال لي لا هتبقي أحسن، الكلمة دي it was a good support for me. فأنا عرفت أن أنت لازم عشان تتعامل مع الناس دول تبقى على مستواهم، لازم تبقى زيهم عشان تبقى ند ليهم. فصممت وطبعا كملت لغاية ما بقيت registered pharmacist في نيويورك. طبعا حكاية الغربة بقى كمان دي كانت فظيعة، يعني ما كانش فيه موبايل، فطبعا مش عايزة أقول إن فاتورة التليفون أول أسبوعين جت بمبالغ خرافية، لأني كنت بكلم مصر كل يوم كنت بكلم مصر، لأن ما أقدرش أبعد عن مصر كتير. بس برضو مع الشغل كنت بشتغل الصبح وأدرس بالليل، يعني عارف كانت رحلة صعبة. لأي حد يفتكر إنها رحلة سهلة، لا كانت رحلة صعبة مع الالتزام العائلي مع كل الحاجات دي، بس كان فيه الإصرار دايما، لأن المرأة المصرية فعلا عندها إصرار، وزي ما بيقولوا لو عايز كلام نروح للرجال، لو عايز فعل هي المرأة المصرية. ما يسعى الرسالة الأخيرة من التجربة؟ الرسالة الأخيرة من التجربة إن زي ما قلت الرحلة مش سهلة. نفسي أقول برضو لكل الشباب اللي هو بيعمل كل حاجة وأي حاجة عشان يسافر، اسأل الأول، اسأل مجرب، وبعدين لو رحت، عشان دي مشكلة مهمة جدا. الشباب لما بيروح دلوقتي بيستسهل، الساعة بقت ب $15
بعد 30 سنه بعد ب $15 ده المينيمم. فبيستسهلوا الحكايه دي، بيشتغلوا اي حاجه وبيعملوا اي حاجه عشان الفلوس. لا، لو انت رحت زي ما سياده الوزيره قالت بتشجع الهجره الشرعيه، لو انت قررت فعلا ان انت تبعد لازم تدور على تدرس اي حاجه، حتى لو هتدرس مهني بس ادرس، يبقى بدراسه عشان تقدر تتعامل مع المجتمع ده. وطبعا اولا واخيرا لازم بنرجع، انت هتلف تلف وهترجع. مصر فعلا اللي بيعيش فيها يعني مهما لف ومهما عيش ومهما نجح بيبقى عايز يرجع. وبعدين احنا جايين بنحط كل خبرتنا وكل اللي اتعلمناه لخدمه بلدنا، لان هي الوطن الاول. دكتور جان جادو، سفيره نوال الحسن لحقوق المراه بباريس، وعضو مجلس الحي عن محافظه فرساي، واحدى المشاركات اليوم امس واليوم في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطه. الحقيقه شعرت بالفخر لتكريمي في هذا المؤتمر ومشاركتي طبعا من الدوله المصريه، لان احنا مهما حصلنا على تكريمات خارج مصر لكن تكريم الدوله لنا يعني شيء فخم فاحنا بنعتز بيه. الحقيقه انا تجربتي بدات عندما حصلت على رساله الدكتوراه في القانون من هنا من مصر، وبعد كده سافرت مع مرافقة لزوجي، فالحقيقة بدأت الحياة العملية هناك. عشت هناك، فضلت 12 سنة في فرنسا الحقيقة، لكن أنا أبدا عمري ما انفصلت عن مصر، بالعكس بنزل بصفة دورية، بنزل في صفة عامة لمصر عشان طبعا كل أسرتي هنا وكل أهلي، وأنا طبعا قضايا الوطن كلها إحنا كمصريين في الخارج طبعا بنسعى إن إحنا نفضل دايما جنب مصر وبنساندها في كل الازمات. واحنا النهارده جايين عشان خاطر ندي كل طاقتنا وكل خبرتنا الحقيقه، واحنا تحت امر الدوله المصريه في ان احنا نبذل كل قصارى جهدنا في ان احنا نحقق لها التنميه ونحقق لها النهضه الحقيقيه اللي احنا نتمناها، لان ده طبعا انعكاس لينا وصورتنا بره في الخارج. فانا الحقيقه انا سعيده جدا جدا بمشاركتي النهارده، ويعني اتمنى من الله ان احنا النهارده نخرج بتوصيات، ما يكونش بس مجرد مؤتمر، لكن ان شاء الله تبقى فيه توصيات ويبقى فيه اقتراحات تدخل حيز التنفيذ، وان شاء الله يكون مؤتمر موفق بامر الله. انا اسمي دكتوره داليا الشافعي مصطفى، انا هنا بحضر مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطه، ولي الشرف اني اكون من ضمن النخبه للعالمات النابهات والخبيرات من حول العالم علشان نشارك في التطوير والتنميه لوطننا الحبيب مصر. انا عايشه في كندا بقالي 12 سنه، سافرت علشان اجهز الدراسات العليا والدكتوراه في الهندسه الكهربائيه، واشتغلت بالقطاع الصناعي في الهندسه في كبرى شركات البترول في كندا، شركة سانكور أنرجي، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت رئيس قطاع في القطاع الهندسي لشركة سانكور، وبعد كده اتجهت إلى بحكم عملي إلى الإرشاد في leadership and team building coaching and human resources development، وبعد كده غيرت مسار الدكتوراه إلى القيادة والتطوير والتغيير. النهاردة أنا مستشارة نفسية وخبيرة في تطوير الذات والتنمية البشرية وعلوم القيادة، وأنا الوحيدة اللي بتكلم اللغة العربية في المقاطعة اللي عايشة فيها في كندا، فيوميا بتعامل مع مشاكل المصريين، مشاكل العرب، مش بس في كندا لكن في كندا وشمال أمريكا وأيضا في مصر والأوطان العربية وحول العالم كلها. أنا شايفة أن مصر بتمر بمحنة صعبة، المحنة دي شايفة أننا هنقدر نتخطاها عن طريق التنمية البشرية. الأفراد محتاجين يكون ليهم دور فعال مع الرئاسة والحكومة ومختلف الوزارات، احنا محتاجين ننمي الموارد البشرية والطاقات اللي عندنا، الطاقات البشرية الكامنة محتاجين ان احنا نؤهلها عشان نقدر نستعملها ويكون في كفاءة ويكون في انجازات. بما ان احنا في التاء المربوطة فانا بقول لكل ست بتمنى لك انك تقدري تشتغلي على نفسك اكتر واكتر، انا فخورة بيكي جدا، فخورة بانجازاتك في كل الميادين المختلفة، ونقدر نطور من نفسنا اكتر واكتر عشان بلدنا تبقى احسن واحسن. عباس عبد ربه علي، خريج جامعة اسكندرية، شعبة الإعلام والاتصال. الحقيقة أنا اشتغلت مع
عمودي كما بيقلب من